أبناء منطقة بير باشا والناشطين يريدون إيصال صوتهم للعالم بأنهم يستهدفون وقذائف الميليشيات لم تتوقف إلى أحيائهم. والله إنهم قبناء حقراء، ليش ما يتواجهوش بينهم عسكري العسكري؟ إنهم لا عندهم ضمير ولا مبادئ ولا قيم ولا إخلاق، لأن المواطن ما له ذنب. اللي استهدفوا الأطفال هذو ما يعني يستحقوا الجزية، وهذا يعني أنذال، وهذا ما عندهم ضمير. يستهدفوا الأطفال ويستهدفوا النساء ويستهدفوا الرضاع. أزيد من المجرمين لما يضربوا ضرب عشوائي على مواطنين على أطفال. ليس هنا معسكر مقاومة، لهم رجال يواجهوا المقاومة الذين هم في الجبهات، أما يضرب صاروخ إلى المدينة إلى هنا الناس ماشيين طالعين. قبنا مش قادرين يشتون، هو أبناء تعز بالذات. 10 شهداء منهم 6 أطفال وعدد من الجرحى سقطوا في هذا المكان بمذبحة بشعة ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح. فهل حان الوقت لوقف هذا الإجرام؟ خرجنا اليوم في هذه الوقفة من أجل نعطي رسالة للمجتمع الدولي لماذا هذا الصمت، وأن هذا الصمت هو المزيد من المجازر والمزيد من القتل وقتل وبالأخص المدنيين، وأخص بذكر المدنيين للأطفال. الله ينتقم من الانقلابين إن شاء الله، إنه على كل شيء قدير، عاجلا سينتقم منهم. الأبرياء آمنين في الشوارع ماشيين ويرسلوا القذائف فوق المواطنين، ومن ضمنهم الولد الشهيد ماجد كان مروح من عمله آمن وحطت القذيفة في الشارع في بير باشا وتوفى. أول واحد من المجزرة التي عملوها في الشارع، أول واحد يتوفى هو. تعز لن تركع مهما قصفوا ودمروا، يعني دمروا كل شيء. تعز لن تركع مهما قصفونا بكامل أنواع الأسلحة، لن تركع تعز. وحسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الفئة الظالمة الباغية الذي حاول اللي دمرت اليمن ولن تبقي أي شيء. يوم لن ينساه أبناء تعز، ففيه توحشت الميليشيات وقتلت الأطفال والمدنيين في هذا الشارع. عندما شعرت أن السكان عادوا إلى منازلهم والأطفال إلى مدارسهم. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.